أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موزة جميلة، الصديقة جميلة من زاوية رضا. صديقتنا الجميلة لديها بدر في أحد الصوتين بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. تتحدث صديقتنا الجميلة بالإعاقة وتجاهها بكل شجاعة وعزيمة. بتعيش حياتها رغم كل التحديات اللي بتمر بيها، ثقتها بنفسها وإيمانها بقدرتها الخاصة كان أكبر دافع ليها عشان تتخطى الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. العكازات مصنوعة من الخشب، تبدأ صديقتنا الجميلة تعيش حياتها بإرادة قوية، بتتحدى كل صعب، تواجه الإعاقة بكل شجاعة باستخدامها للطرف الصناعي. قدر يعوضها كتير عن بدر أحد ثقل، بجانب قوة إرادتها وعزيمتها وإصرارها على تخطي كل صعب. ومواجهة الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل